فنان فعلا على امتداد 16 عام من العطاء، 16 عام من الأغاني اللي قدمها، ولا أيضا من إعادة بعض الأغاني بستايله بلونه الغنائي، عرف كيفاش يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي. ذكي في اختياراته وأيضا طلة الخاصة به هو كفنان صعيدي يحترم طبعا جمهوره، وأيضا يعرف كيف يقدم الأغنية بلون يكون مميز ومختلف تماما عن الألوان الأخرى. أخذ مكانة خاصة جدا. الليلة نتحدث عن هذه التجربة الفنية، ونتحدث أيضا على مجمل الأغاني اللي قدمها الفنان حجازي متقال اللي معنا في سهر الليالي. حجازي مساء النور. حبيبي يا مجيد مساء الفل. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ أهلا بيك وأهلا بتونس وأهل تونس. شكرا. وشعب تونس العظيم حكومة وشعبا. يعيشك يا سيدي، وتحية من تونس إلى مصر، يعني بلاد الفن هوليود العرب. نعرف أن صناعة الفنانين خاصة بمصر عندها مكانتها الكبيرة وعندها تاريخ الكبير. حجازي 16 عام، يعني حاولت أنك تنوع فيهم من أغنية إلى أخرى، إضافة أيضا إعادة بعض الأغاني بطريقتك ستايلك، يعني فما هيك الجاذبية وفما أيضا الانتقاء الجيد. أنا هذا اللي لاحظته، يعني كل غنية ينزلها حجازي إلا وتضرب وتعمل نجاح كبير. شنو هو السر تحديدا؟ يعني هل أنه حجازي هو اللي يختار الأغاني أم هناك فريق يعني وراءك؟ أنا مبسوط من التقديم اللي حضرتك قدمتها لي. العفو. إعلامي مميز. العفو يا سيدي، شكرا. والله أنا بختار الأغاني بنفسي وبعود عليها، يعني باخد رأي كل القريبين مني، مثلا زي أخويا مدير أعمالي عاطف. أي تحياتنا ليه عاطف. أخواتي حجة، الله يخليك حبيبي. شكرا. وهل أنه ديما ابن الوز يطلع عوام؟ يعني هك طلعت عوام، وعوام ممتاز جدا، يعني ابن الرئيس الأستاذ الكبير الفنان الشهير الرئيس، يعني اللي جال تونس أيضا نتذكر، وعمل أيضا حفلات في تونس لهنا. فعلا الرئيس متجال كان من عشاق تونس. أكيد سعداء أنك الليلة تطلع علينا. خلي نبدو بالأغنية الأولى، يعني بتناديني. بتناديني هذه اللي عملت لك فارق كبير، يعني عملت لك نجاح كبير على مستوى الوطن العربي، سواء في تونس، المغرب العربي عامة، في سوريا، في لبنان، الأردن، مصر، برشا دول. هو أولا بتناديني تاني ليه؟ من الأغاني الفلكلور الصعيدي المصري، كانت فرقة الرئيس متجال اللي كانت بتلف العالم كانوا بيتداولوها ويغنوها. الأغنية انتشرت في مصر بطريقة كبيرة قوي، كل يعتبر كل المطربين بدأوا يغنوها، لحد ما الحمد لله رب العالمين، يعني أنا قلت طب أنا يعني مفروض دي أغنيتي ودي أغنية والدي وأغنية فرقة أبويا، المفروض أنا أبدأ أولى واحد إن أنا أغنيها، ويعتبر أنا آخر حد غنيت بتناديني تاني ليه من كل العساحة الفنية. والحمد لله رب العالمين عملت ضجة حلوة، واتعملت بأسلوب شيك في الكلوري. أنا كنت قاصد إن أنا ما يعني ما اختشاش ولا أزوج فيها أو أغير في توزيعها أو أغير في لحنها، يعني عملتها زي ما بيقولوا بالعبلها، يعني بشكلها الطبيعي اللي اتعملت من سني من لا يقل عن مثلا 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عمر ايه 50 عمر الأغنية دي يتراوح من 40 ل 50 سنة. نمشي معاك الأغاني أخرى، خلي نسمعوا الليلة مباشرة في سهر الليالي، وبعدها باش نعقبوا شوية على الأغنية هذه تحديدا. سهر الليالي مع مجيد حداد. وعليكم السلام. سهرتنا متواصلة معاكم. يعني بعض الأغاني اللي يتم إعادتها لكن تعطيها لون آخر، لهنا حجازي كأنه رهان كبير من عندك أنك تقدم هذه الأغنية بستايل مغاير، يعني لهنا ممكن أنك حببتهم الناس في الأغنية بطريقتك، بالموسيقى، بالأداء، بشكل الأغنية يعني تحديدا. هو الحمد لله رب العالمين، طبعا يعني هنا في مصر احنا عاشقين للفلكلور، عاشقين للفلكلور الصعيدي، من الناس هنا متعطشين لأي موضوع يتعمل، ويا سلام لو يتعمل مثلا بشكل جديد أو يتحط مثلا نوع مزيكا معين مختلف مثلا على اللي كانوا بيسمعوه زمان، أو السرعة تكون مختلفة سنة،
عشان نواكب بس العصر. انت عارف حضرتك 2020 2021 الموضوع عايز سرعة اكتر بس. فالحمد لله رب العالمين. جيد يعني الاختيار كان جيد خاصة في البنت البيضة. الغنية ايضا جابت لك نسبة مشاهدة عالية جدا الحمد لله. طبعا البنت البيضة برضو من الاغاني الفلكلور بتاعت الرئيس متجال. احنا عايشين ومتربيين على صوته وحابين كل اللي بيقوله في اغاني كتير. الرئيس متجال احنا ما ممكن ما شافتش النور اكثر ممكن ما شافتش النور. نعم. بنبدا كل سنه بنحاول نطلع واحده كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. الفريق اللي عامل معاك يعني انا شفت حتى بعض الاسماء، هل هو نفس الفريق ام انه الفريق يتغير يعني اللي يكتب الكلمات؟ احيانا بنغير الفريق على حسب يعني المود بتاع الغنوه رايح فين وجاي منين، ولكن كل الفريق اللي بيشتغل معايا هم اخواتي وحبايبي وبنحاول بقدر الامكان يعني ما نفارقش بعض في اي موضوع. زهيد يلي خلي يستمتع. شنو رايك نسمعوا لايف من عندك؟ نسمعوا لايف، نحب نسمع صوتك الليله من عندك وبعدها ان شاء الله نسمع اغنيه من الاستوديو. شنو سمعنا حجازي من عندك على ذوقك؟ يعني انا ممكن اسمعك مثلا اخر تراك احنا عاملينه كان دي أغنية مانجا يا مانجا. الرئيس متجال دي كلمات وألحان الرئيس متجال وتوزيع ميدو مزيكا وإخراج فيديو كليب المخرج الجميل صديقي وليد جنيدي. ده كان أول تعامل بينه وبين وليد في الإخراج. الموضوع معمول على شكل فيديو كليب بس يعني هايل. لو إن شاء الله كده أخواتي في تونس لو دخلوا على اليوتيوب والصفحة بتاعتي حجازي متجال هيشوفوا الفيديو كليب بطريقة هتعجبهم جدا يعني إن شاء الله بإذن الله. وخلنا نسمعها لايف الليلة من عندك حجازي. يلا حبيبي شكرا. منجا يا منجا يا منجا عظيمة يا منجا من كلم إنك علي البنجا. منجا يا منجا يا منجا عظيمة يا منجا من كلم إنك علي البنجا. يا منجا ريحة ريحة وحلاوة شربت يا مانجا. يا مانجا حلوة بشكل جميل من ياكل منك ولا يسلاكي يلي عملوكي دواء للعليل. ريحة وحلاوة يا مانجا زي البقلاوة يا مانجا. ريحة وحلاوة يا مانجا زي البقلاوة يا منجا. يا منجا ريحة ريحة وحلاوة شربت يا تونس. يا عيني يا عيني يا سيدي يا عيني. حلوة حلوة المانجا وحلوة الأغنية. وبص على الحلاوة وبص يا سيدي. يلا اسمع معي سار الليالي مع مجيد حداد. حجازي كم من أخ؟ أنا نعرف عاطف وكم من أخ في العائلة؟ احنا 25 اخ واخت يعني. رئيس متجال كان ما شاء الله يعني متجوز 9 وخلف 25 وعنده 80 حفيد ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هالعائلة الممتدة الكبيرة هذية. نعرف حجازي انك في المجال الفني، هل انه فما من الاخوة ايضا معاك في المجال الفني؟ عندي اخواتي في المجال الفني ولكن هم يعني مش بيغنوا، لكن هم يعني بيلعبوا ايقاع بيلعبوا مزيكا يعني موسيقيين. كل العيلة فنية موسيقيين، العيلة كلها فنية. يعني انت لا تحتاج الى فرقة موسيقية، انت عندك الفرقة موجودة. الفرقة هي العيلة. ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله الكل. حبيبي نعم. غنيت على المانجا، غنيت على الفراولة، وشنو اخر اي غلال اخرى بتغني عليها ان شاء الله؟ داخلين باذن الله يعني ممكن نخش في سوق العبور كله. الفاكهه كلها هنغني لها باذن الله. ايه جاي وان شاء الله العنب وكل اي العنب يعني زي سعد الصغير. زي سعد الصغير العنب. العنب اي اهلاوي وتصرح ديما انك اهلاوي. الحمد لله وافتخر ومبروك النهارده للنادي الاهلي كمان كسبنا النهارده.
اي يا سيدي، به تشجيعك طبعا لهذا الفريق اللي هو فريقك المفضل يعني، حتى نشوف ايضا من بين الفانز اللي عندك ما شاء الله اهلاويين 90% اهلاويين يعني عندك. الحمد لله. يعني احنا هنا اولا احنا لا للتعصب. يعني عندنا في مصر الحمد لله رب العالمين، يعني في فئة بسيطة ممكن يتعصبوا مثلا في الاهلي او في الزمالك، ولكن دي بتبقى حالة فردية. لكن الحالة الجماعية عندنا في مصر الحمد لله الحالة هادية جدا، وكل الناس بتحب بعض. احنا ممكن نتعصب على بعض في ماتش، لكن نرجع احنا اخوات تاني وحبايب. جيد جيد يا سيدي باهي. من الكورة الى السفرات، وين سافرت حجازي؟ أنا سافرت في الدول العربية، سافرت الكويت وسافرت ليبيا، دول كان عندي فيهم أفراح وعرس هناك. الكويت وليبيا. ليبيا ممكن لأنه اللون أيضا قريب، لأن يحبوا هذا اللون يعني تحديدا اللون اللي جدا جدا أحسن جدا بيحبوه جدا. ويعني عملت أكتر من عرس في ليبيا وعملت أكتر من عرس في الكويت، وكانت في حفلة كبيرة في الكويت. ما حالفنيش الحظ أن أنا أدي تونس أو بلاد تانية عربية، ممكن ده يكون سوء حظي أنا من الوقت اللي أنا ممكن أكون بيحتاجوني في البلاد في وقت يكون عندي شغل وحفلات ملتزم بيها في مصر. نعم، والوقت هذا يراهن حاليا نعرف أن الحفلات لم تتوقف في مصر، يعني حاليا فما شغل الفترة هذية. احنا الفترة دي يعني الأول ما بس كنا في كورونا والدنيا كانت هادية شوية، ما كانش في عرس ولا حاجة ولا تجمعات، ولكن بعد ما الدنيا فتحت مثلا من قيمة شهر كده أو حاجة تقريبا، نعم كان في عندي أكتر من عرس متأجل الحمد لله عملتهم، وكان في أكتر من حفلة كانت متأجلة الحمد لله عملناها. ده بالنسبة لمصر. أنا سافرت كمان الصين، كنت بعمل حفلة في الصين في مهرجان في الصين. سافرت البرازيل، كانت حفلة في البرازيل كبيرة برضو كان مهرجان. والله جميل يعني. سافرت تركيا برضو كان حفلة هناك وصورت فيديو كليب في تركيا، وصورت برضو فيديو كليب في الصين. الصين بلد جميلة جميلة جميلة، يعني من البلاد اللي ما تشبعش منها. اي اما بعيدة بعيدة برشا برشا برشا. بعيدة. انا يعني خدت 14 ساعة في الطيارة من القاهرة. ما شاء الله. اما الوقت هذا عاد حتى يخبروك انك تمشي للصين تقريبا ترفض حاليا. بالنسبه للكورونا لا ما روحش طبعا. لا الصين لا، ما دلوقتي احنا خلينا في بلدنا مصر او تونس. احسن خلينا لهنا احسن. هذا هو العمل الجديد هذا ان شاء الله صورتوه على طريقه الفيديو كليب طبعا، وتحيه للمخرج اللي هو الاستاذ وليد. تقريبا وقتاش ينزل هذا العمل ان شاء الله؟ احنا لسه يعني في شويه تحضيرات، لان زي ما قلت لحضرتك فتره كورونا لما جت احنا اجلنا شويه ولا اعمال. تحب حجازي يتقرب شويه على راس السنه حتى تنزلوه يكون مناسبه ولا شنو؟ لا والله احنا هننزل ان شاء الله في اجازه نص السنه. دي اقرب مناسبه، لان احنا خلاص يعتبر داخلين على حفلات راس السنه، الوقت كله رايح في البروفات والتحضير اللايف صعب شويه. مجيد اي محجوز يعني حاليا على راس السنه ولا مازال؟ باذن الله بس في القاهره. في القاهره ان شاء الله بالتوفيق. يا سيدي نعرف ان الفنانين على بكري، خاصه سهرات راس السنه لازم قبلها باشهر وش يجوا في اخر وقت. نعم انا والله كل ما حكيت على هذا اللون انك كيفاش انك تستقطب الجمهور هذايا كبيرا وصغيرا ان يحبوا حجازي، وهيك عامل كيف وجو يعني باللبس بالموسيقى هذية بالأداء الكل. هل أني لو خرجتك من هذا اللون قادر أنك تخرج منه ولا تبقى محافظ على لونك؟ لا والله أنا يعني أكثر من مرة حاولوا أصدقاء لي مقربين يعني من بعض المخرجين يقولوا لي طب حجازي إحنا ممكن نخرج. أنا بيني وبينك خايف أخرج من اللون، أنا حابب أقعد في اللون الفلكلور، لأنه هو الفلكلور يعني محتاج دعم كتير من جهات كتير، بس إحنا بنحارب وإحنا صامدين وإحنا الفن دوت في الدم. فمن حبي للفلكلور لا انا مش عارف اغير اللون خالص ولا الضيع الشكل. لو غيرت الضيع احس كده ممكن فخليك يعني على لونك. احساسي بيقول كده يعني، ولكن ممكن تيجي فكرايا يا عالم بكره في ايه الافكار. انا بحب الافكار، والافكار جنون والفنون جنون. ممكن تيجي فكره حلوه مثلا فكره دوت ومعمول بشكل معين في برودكشن مصروف عليه بشكل حلو يطلعك بشكل حلو وشكل لائق، ما عنديش اي مانع.
هذا بس كان. لازم أبقى في مولود لوني برضو في نفس الموضوع. نعم، هذا طموح من الطموحات المشروع الحجازي، يعني إن شاء الله تتحقق. لملال مهم أن تكون فما إضافة من خلال هذا العمل اللي تقدمه. هل أنه تم اقتراح ممكن بعض الأدوار عليك سينمائيا في التمثيل أم لا، أم فقط اقتصرت على الغناء حجازي؟ لا والله في كتير أدوار بتجيني، ولكن يعني أنا آخر حاجة عملتها مثلا كانت مع دنيا سمير غانم، كان مسلسل اسمه لهفة، كان في رمضان رمضان اللي قبل اللي فات أو قبليه 2018 ده كنت واخد فيه دور وكان مش وحش، بس أنا للأسف أنا يعني فكرة الأغاني وفكرة التحضير وفكرة اللايف وان انت بقى عندك فرقة كبيرة مكونة من 50 عضو او 50 فرد، انت بتبقى دماغك يعني مشغولة بالمشروع ده، ان انا عشان افرغ نفسي واروح امثل هظلم واحد من الاتنين، فانا اكتفيت ان انا اكون مغني فقط. يعني جيد، خلي نزيد نسمعك أغنية أخرى من عندنا الليلة في سهر الليالي. اسمع معي واستمتع. يلا سهر الليالي مع مجيد حداد. وليد الجنيدي مساء النور. أهلا بيك وليد. كيفاش كان التعامل مع حجازي تحديدا؟ والله يعني أولا حجازي متقال صديقي من فترة طويلة جدا، تقريبا من حوالي 18 سنة. أي عمر يعني لما بيكون في بينك وبين فنان معين صداقة وبتكونوا فاهمين بعض، انت بتبقى فاهم احاسيسه وبتبقى مريت معاه بتجارب وتراث من الاحداث والمواقف في علاقتك بيه كصديق وكانسان، فالتجربه الشخصيه بتاعته كمان بتبقى انت حضرتها وعرفت ممكن تاثر فيه ازاي او ياثر فيك ازاي لما تيجوا تستغرب مع بعض فنيا، يعني لانك بتبقى درست الخريطه بتاعت حياته يعني وانماط الفنون اللي هو مثلا لو هو لسه ما طرقهاش ممكن تكون ازاي لايقه عليه، يعني انت بتفكر لصديقك من غير ما تقصد، يعني زي ما قلت لحضرتك كده يعني فكره تراث العلاقات والاحداث بينكم وبين بعض. بس جيد يعني تعطي حاجه على مقاسه هو الحجازي، فايضا حتى العشره 18 عام يعني تخليك انك تفهم الطرف الثاني وايضا تفهم شنو المطلوب حتى ينجح وحتى ايضا يكون العمل ايضا على مستوى عالي جدا، فجميل هذا التفاهم وهذا الانسجام بيناتكم. ان شاء الله ربي يدوم العشره هذه، وان شاء الله ايضا في اعمال واعمال مع بعضكم تتواصل طبعا الرحله الفنيه. يعني يعطيك الصحه يا وليد، احنا ما سمعنا عليك الا الخير طبعا، وكان حتى يمدح فيك يعني حجازي منذ قليل. ان شاء الله ربي يفضلكم وربي يخليكم، وسعيد انك الليله معنا عبر اذاعه تطاوين وليد. الله يخليك، الله يحفظك يا مريم. شكرا، الله ينورك يا سيدي. انا تمنيت الوقت يطول اكثر حتى نسمعكم اكثر. حجازي انا حبيت ان شاء الله مع العمل الجديد ايضا تلاقي النجاح الاكبر باذن الله، وباش نخلي لك الكلمه ليك انت المستمعي اذاعه تطاوين يا حجازي، ماذا تقول للمستمعين وللمتابعين؟ حبيبي يا مجيد، اولا انا متشكر طبعا لاستضافتك واستضافه قناتك الجميله تطاوين، ومتشكر لسعه صدرك ومتشكر لسماعك لكل تفصيله احنا بنتكلم فيها، وبشكر الجمهور بتاعك جمهور تونس العظيم، اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف بيهم في اي مكان في العالم. عايشك، الله ينورك، ان شاء الله النجاح الكبير يكون دائما حبيبي. فأنا متشكر يا مجيد على 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 تواصلك معنا، ان شاء الله نلتقي في تونس باذن الله قريب، ونلتقي في مصر ان جيت انت باذن الله فوق دماغنا وتنورنا. يسلم راسك وبارك الله فيك، يعطيك الصحه. وايضا وليد شكرا لك يا وليد، انا اخذيناك على الطاير يعني مباشره ولبيت الدعوه، فشكرا لك يا وليد. يعطيك الصحه يا وليد. لا يعني انتوا اصلا بتتكلموا في في بلد يعني ثقافتها الموسيقيه ملهاش حدود، يعني انت بتتكلم في تونس دي في منها طبعا ناس فنانين، تونس في منها ناس فنانين محترمين جدا، ناس كبار يعني. يعني لو مثلا يذكر لنا مثلا مجيد بعض الناس كده هتلاقي اسامي حجازي كبيره جدا، مثلا زي هادي لطيفه، الهادي الجويني مثلا، شكرا الهادي الجويني، ذكرى، منى غنمي،
عندك برضو مثلا عالية التونسية اللي نزلت واتجوزت الملحن حلمي بكر هنا وعملها حاجات من أجمل الألحان زي عدلي جرى. يعني الله تونس تونس بلد شقيق وإحنا فننا قريب من بعض كتير. طبعا أكيد ونف قديمة يعني. الهادي الجويني ده محمد منير غناله تحت الياسمينة في الليل غناله لطفي بوشناق لموني اللي غاروا منه. أحسنت والله مطلع وليد علي رياحي وليد مطلع ومذاكر كويس جدا ما شاء الله الله يبارك الله يزيدك يا أخويا إن شاء الله تنورنا أنت أيضا وليد في تونس. أنا حبيت نشكركم الاثنين على تلبية الدعوة نورتوني الليلة في سهر الليالي وإن شاء الله نلتقي على محبة بإذن الله والإذاعة إن شاء الله ديما تجمعنا مع بعضنا مع الناس اللي نحبوهم إن شاء الله يا سيدي بالتوفيق وشكرا لكم شكرا.